شيخنا الحبيب، ما أن دخلنا في مسألة طعن في أهل البيت، عندنا مقطع في هذا الصدد إذا أحببت أن نرتاح قليلا. إيه بإذن الله. لا بس يلا. طيب نسمع بإذن الله سبحانه وتعالى هذا المقطع ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. كل شيء عنده من الله تعالى. شوفوا يا إخواني، أذكر لكم حديث شريف بالمعنى، وهو وارد في تفسير البرهان للبحراني رضوان الله تعالى عليه: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. في الحديث الشريف فسرت وأولت البعوضة بأمير المؤمنين صلوات الله عليه. يعني ما المراد بالبعوضة؟ المراد أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الدجال لعنة الله عليه وعلى كل الدجالين والخونة في العالم، يقول أمير المؤمنين في مسجد الكوفة يتحدث عن الدجال ثم يقول: وبعد الدجال. الآن من يقتل الدجال؟ موجود في صحاح المسلمين أيضا: يقتله الإمام الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم. عيسى بن مريم خلف من يصلي؟ يصلي خلف الإمام المهدي سلام الله عليه. في يوم الجمعة في بلاد الشام في 3 ساعات مقابلة بين الإمام سلام الله عليه وبين الدجال، فيقتله الإمام سلام الله عليه. إذا قتل الدجال، علي أمير المؤمنين يقول: وبعد مقتل الدجال هناك الطامة الكبرى. هذا إمامك يحكي. حبيبي أنت تصلي بأمر الله، أيضا لازم تسمع الإمام بأمر الله. ما هي الطامة سيدي؟ قال: بعد مقتل الدجال هناك الطامة الكبرى. يا أمير المؤمنين، ما هي الطامة الكبرى؟ يصمت لحظات بأبي وأمه احتراما للخبر الذي يلقيه. يقول: الطامة الكبرى خروج الدابة من الأرض بين الصفا والمروة، وبيدها عصا موسى وخاتم سليمان. إذن ما يقصد الدابة يعني حيوان، الدابة شخص يدب يعني يمشي. هذا الشخص بيده عصا موسى وخاتم سليمان، بعصا موسى يجمع الناس، وخاتم سليمان يقول يضع، اسمع فكرك، خاتم سليمان يقول يضعه أمير المؤمنين، يقول دابة الأرض تضع خاتم سليمان على جبهة كل إنسان، فتنطبع حقيقة الإنسان اللي بقلبه مؤمن يكتب على جبهته مؤمن، كافر يكتب على جبهته كافر، منافق يكتب على جبهته منافق. خاتم سليمان هناك يعمل. الآن هذا الرجل الذي يدب بين الصفا والمروة، دابة الأرض يعني يدب على الأرض، وهو شخصية عظيمة، أهل البيت قالوا هو الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذا الدجال لعنة الله عليه وعلى كل الدجالين والخونة في العالم.